في حد عايز يسأل؟ تفضلي. بعض الشركات الانترناشونال الموجودة في مصر بيشتغل فيها شباب كتير، فبيتكشفوا ان المديرين الشركات دهيت بيبقوا من الشواذ، وبعض الزملاء برضو من الشواذ. فلما بننصح الناس دي ان يسيبوا الشغل فبيقولوا لا، دي فرصة رهيبة جدا ومش ممكن يسيب حاجة زي دي. ولو قلنا لهم تغافلوا، مش دي مش هتبقى شيء من الاستهانة بالفعل الفاحش ده؟ العمل في الظروف اللي زي دي الحرام حرام. واحد جاي يقول لي والله احنا عايزين نتاجر في الخمر لانها بتكسب، او في المخدرات لان المكسب بتاعها حلو، حرام.